إن نظرنا إلى قائمة الألعاب المجانية التي حصلنا عليها من متجر إيبيك جيمز، سنجد أنه يوجد اختلاف كبير بين التجربة التي يقدمها كل عنوان. ولكن ما لاحظنا خلال أكثر من سنة ونصف من تغطيتنا الألعاب المجانية على متجر إيبيك أنه يوجد جنرات نادرة ما نحصل على ألعابها، ومن بينهم ألعاب سيميليتر، وهذا يمكن أن يكون بسبب أسعارها المرتفعة أو أغلب محتواها يكون عبارة عن دياسيات مدفوعة. لكن من بين تلك الأسابيع النادرة التي حصلنا فيها على ألعاب سيميليتر، هذا الأسبوع واحد من بينهم، وسيكون كار ميكانيك سيميليتر 2018 هو العنوان المجاني. وللمعرفة أكثر حول التجربة التي سوف يقدمها خليكم معنا. كار ميكانيك سيميليتر 2018 هي لعبة محاكاة تميل أكثر للواقعية من تطوير ريد دوت جيم ومن نشر بلاي واي. تقدم تجربة من منظور الشخص الأول، حيث يجب عليك إدارة ورشة إصلاح سيارات، وفي الطور العادي سوف تتلقى بعض المهام عبر الهاتف ويمكنك الاختيار من بينهم، وبعدها سوف تصل السيارة إلى الورشة وهنا يجب عليك فحصها وإصلاح المشاكل التي طلبها منك الزبون. ويكون التصليح في البداية عبر تغيير فقط بعض القطع يسهل الوصول إليها أو تبديل الزيت، لكن مع التقدم في اللعب سوف تفتح العديد من الأشياء أخرى عبر شجرة مهارات، وبعدها سوف تصبح المهام معقدة، وخاصة القطع الداخلية التي تحتاج إزالة قطع أخرى وإعادتها يكون معقد جدا وتحتاج إلى دراية قليلة بقطع السيارات. ويوفر العنوان أيضا تشكيلة واسعة من السيارات، لكن قليلة جدا التي يملك حقوقها، وتجدها فقط تشبه مراكب معروفة مع أسماء مجهولة. وأيضا يوفر العنوان العديد من أدوات لإصلاح السيارات من الرافعة إلى غرفة الطلاء، ويحتوي متجر قطع الغيار على أكثر من 1000 قطعة يمكنك استعمالها. والتجربة لن تقتصر فقط على إصلاح سيارات الزبائن، بل يمكنك شراء سيارات جديدة أو حتى سيارات منتهية وإصلاحها، ويوجد مزمار سباقات لتجربتها ويمكنك بيعها والحصول على بعض الأموال لشراء سيارات أفضل. كار ميكانيك سيميليتر قدمت تجربة صعبة وتحتاج لبعض الوقت لفهم كل تلك القوائم، لكن لو تعلمتها ستمضي سويعات ممتعة من اللعب. لكن نصيحة، أخفض موسيقى اللعبة لأنها حقا صاخبة متكررة ومزعجة. العنوان متوفر الآن على متجر إيبيك، بالإضافة إلى Game of Thrones Board Game Digital Edition، وبمجرد إضافتهما لمكتبتك سوف يبقى معك إلى الأبد. وإلى شباب، حقنا ختام حلقتنا لليوم، تمنى ما قدمناه لإعجابكم، ولا تنسونا من سبسكرايب واللايك. وإلى فيديو آخر، استودعكم الله، سلام.